يا ترى ليه الحكومة بتبيع حصتها في المصرية للاتصالات؟ ومين هيشتري الأسهم دي؟ وليه البيع تم بالجنيه المصري؟ وإيه علاقة ده بأزمة الفجوة التمويلية في الموازنة العامة؟ ومين كده اللي ليه حق إدارة الشركة المصرية للاتصالات؟ بانكير، نبض البنوك. النهارده تم الاعلان عن بيع الشريحه الاولى من اسهم راس مال الشركه المصريه للاتصالات في السوق السنوي بالبورصه المصريه، والمخصصه للمؤسسات الماليه والافراد ذوي الملاءه الماليه والجهات ذوي الخبره في مجال الاوراق الماليه. وبتبلغ الحصه دي 162.1 مليون سهم بنسبه 9.5% من اجمالي اسهم راس مال الشركه. وتم بيع الاسهم بنظام البناء السعري بسعر 23 جنيه 11 قرش للسهم، وبلغت حصيلة عملية البيع 3.747 مليار جنيه. ووصل حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى 504.5 مليون سهم، يعني أكتر من اللي كان مطروح للشريحة دي بالثلاث مرات. وإجمالي الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة ملكية المصرية للاتصالات بتشمل 170 مليون و 707 ألف و 160 سهم من أسهم رأس مال الشركة، وبتمثل نسبة 10% من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات، و 12.5% من أسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية. والطرح ده بيجي ضمن برنامج الأطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية اللي بيشمل الشركات المملوكة للدولة أو اللي بتساهم فيها، بما يفتح آفاق جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عشان يكون قاطرة النمو الاقتصادي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعلى نحو يساعد في تدفق الاستثمارات وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري. وتمتلك الحكومة 80% من الشركة المصرية للاتصالات وال20% الباقية مملوكة لمستثمرين في البورصة. وبتعمل مصر في 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، وأورنج مصر التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية، والمصرية للاتصالات الحكومية. وتمتلك المصرية للاتصالات حصة 45% من أسهم فودافون مصر. وكان جهاز قطر للاستثمار بيتفاوض مع الحكومة المصرية لشراء حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر من سبتمبر اللي فات، لكن ما تمش التواصل لاتفاق بسبب الخلاف ما بين الجانبين على النسبة المطروحة للاستحواذ. وبيرغب الصندوق السيادي القطري في الحصول على كامل حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، فيما لا تريد الحكومة التنازل عن حصة تتجاوز 25% من الشركة. سعي الحكومة الفترة اللي فاتت لبيع حصة جديدة من أسهم المصرية للاتصالات جه بالتوازي مع إعلان نتائج أعمال الشركة اللي شهدت تباطؤ في نمو الأرباح، وسط ضغوط قوية من تفاقم تكلفة التمويل بفعل رفع أسعار الفايدة ومن تحرير سعر صرف الجنيه وفاقد خسائر فروق العملة 6.2 مليار جنيه. وانخفضت وتيرة أرباح المصرية للاتصالات لخانة الأحاد خلال 2022 مقارنة بنمو 73% في 2021، تأثرا بتحرير سعر الصرف مرتين السنة اللي فاتت ورفع أسعار الفايدة 800 نقطة أساس. وبلغت أرباح الشركة المجمعة 9.2 مليار جنيه بارتفاع 9% على أساس سنوي، في حين زادت الإيرادات 19% ل 44.3 مليار جنيه رغم نمو تكاليف النشاط 20% ل 26 مليار جنيه. أنا أشرقت أشرف و إلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.